أعلنت وزارة الصحة أن مجموعة من تلقوا التطعيم حتى أمس بلغ 219565 شخصا وقد أظهرت الأحصائية الرسمية للفريق الوطني أن عدد حالات التطعيم لذات اليوم بلغ 6655 حالة تطعيم وكانت وزاره الصحه قد دعت الراغبين في اخذ اللقاح للتسجيل للتطعيم كما اكدت الوزاره ان التطعيم سيكون متوفرا للجميع اذ ان المملكه حرصت على توفير الاعداد الكافيه من التطعيمات